بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمي ويبارك. معانا شاب بار النهارده، هولشتاين امريكي، بنت استراحت وراها ذكر ابن 3 ايام، ربنا يبارك. والحمد لله يعني مع عارفه خلف تلحس خلفها ومعروفه ان شاء الله. معاها الخنصر ده تاني ولد اللي وراها، ربنا يبارك يا رب ويبارك لصاحب النصيب يا رب. من 35 ل 40 كيلو لبن، لان اللبن لسه ما تحددش قوي في النزول. والده بقى لها 3 ايام لسه اللبن ما تحددش قوي، ان شاء الله يبقى 40 كيلو. الجلد وعروق الضره ده يحلب 40 كيلو، والحلمه السمراء دي سنه، بقول من 35 ل 40 عشان نبقى في الامان. صل على الحبيب النبي، صل روحي اطلعي روحي، ربنا ما يوديكي بيت بخير، روحي صلاه الحبيب النبي. صباح اللي يجيب رزق على الصبح، اطلعي صلى على الحبيب قلبك يطيب. ست سنات، بنت استراد، من 35 ل 40 كيلو لبن، وراها ذكر ابن 3 ايام. والله والله حلب المغري الضر اهو اهو، مفيش لا تحضير ولا غيره. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. عرض مقدم المعلم محمد طلعت وحيد، رقم الموبايل للتواصل 010 99 17 89 14. العنوان قرية ضماف، مركز قطور، محافظة الغربية، بجوار سوق قطور، بيننا وبين سوق قطور كيلو. ربنا يبارك اللي بيميد بوزه في الشكارة وياكل، دي مش بقر عيان، لا بسم الله ما شاء الله بياكل من اي مكان. ايوه كده اهو، صلاة الحبيب النبي وراء الذكر ده اهو، تالت يوم ولاده النهارده، وموجود ان شاء الله الخير كتير من ده كتير ان شاء الله، بس ربنا يبارك. يعني ايه احنا بنعرض واحده بس الايه العرض، واللي عايز يجي وشرفنا هيتفرج على اللي هو عايزه، اللي عايز يجي وشرفنا يتفرج على اللي هو عايزه. لو عايز 10 بقرات من دولت بلاش نفتح فيها نقول 100 وكلام من دي، اللي عايز 10 بقرات من دهون ان شاء الله هيلاقيهم. صلى على الحبيب النبي، الخير كتير ان شاء الله. صلى على الحبيب النبي، صلي. ايوه كده ايوه كده، ربنا يحمي ويبارك يا رب. التواصل بقى على التليفون ان شاء الله، المال ده اهو. النبي يا جماعه اللي يشوفوا صلى على الحبيب النبي، اللي يشوف المال ده هو، النظافه ده هو، والطهاره ده هي، يصلى على الحبيب النبي. ام الباشا ده اهو اهو اهو، صلاة النبي بالالوان الطبيعيه، بالالوان الطبيعيه، ربنا يحمي ويبارك يا رب. وكده عرفنا شاب بقر كسر ست سنات، بنت استراد، هولشتاين امريكي، تاني ولد اللي وراه، تاني ولد اللي وراه، لبن من 35 ل 40 كيلو، واللي في قلبه رحمه يصلي على النبي، عشان المال ده لازم تصلي على النبي ما تشوفه. ايوه كده، انا عايزك تعملي كده، ايوه عايزك تلحسي كده. وفي حاجه ابنها بيرضع منها برضه، ما بيرضعش، يقول لك بجردل وبزيزه وكلام من دي اهو. اهو ده الفلاحي الفلاحي الفلاحي، وافتحلي بيده وحلابه، افتحلي بيده وحلابه، عايز تربطها تربطها، عايز تسيبها تسيبها. صلاة الحبيب النبي، عايز تجيب لها كمان، ربنا يبارك. خمس عقول ولا ست عقول مع العجل دي ترضعهم، ترضع كمان ست عقول مع ابنه، ترضع كمان ست عقول مع الخلف دي، ده في الامان خالص، وتشبعهم متبقى منها كمان. لو عايز تجيب لها كمان ست عقول ترضعهم ويرضعوا منها كده اهو، من لا مؤاخذه من بالزه، ترضعهم ما بتقولش حاجه، لان الحلمه السمراء دي ما بتخيبش في اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه الحبيب النبي، تاني اهو ده التاني،
ابتدت اهو الرابع اهو. صلاه النبي اللبن زي الجاموس لسه مولود بقاله 3 ايام وبالصلاة على النبي بيض ربنا يبارك. هو روح يلا روح يلا ربنا يوديك بيت بخيل يلا.